يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى يوما يجعل الولدان شيبا، هل يعني هذا أن الهم، أو هل يؤخذ من هذا أن الهم يتسبب بخروج الشيب في الدنيا، أم أن هذا خاص بالآخرة فقط؟ هذه في الآية في الآخرة، وأما الفزع في الدنيا والخوف في الدنيا فقد نعم قد يحصل شيء من الشيب بسبب الخوف الشديد والفزع، الله أعلم. نعم.